بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد ومشروع جديد على قناة رضا حاتم. مشروع النهاردة مشروع للشباب وللسيدات من المنزل بماكينة واحدة برأس مال صغير. اي شاب اي فتاة تقدر تبدأ في المشروع ده بكل سهولة. مشروع سهل جدا من المنزل، تصنيع منتج، المنتج ده مطلوب بكميات كبيرة، وكمان المشروع برأس مال صغير وبماكينة واحدة. قبل ما نقول فكرة مشروع النهاردة، احب افكرك لو لسه ما اشتركتش في القناة شرفني، واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك اي استفسار عن مشروع النهاردة، اعمل شير للفيديو لعل وعسى حد يستفيد من فيديو النهاردة. فيديو النهاردة يا جماعة عن منتج، المنتج ده انتشر الفترة اللي فاتت بكميات كبيرة جدا وبماكينة واحدة من المنزل، والماكينة سعرها رخيص كمان. المنتج اللي معانا او الماكينة اللي معانا بتعمل ايه؟ هي ماكينة تصنيع وتعبئة اللوليتا، منتج اللوليتا. المنتج ده انتشر الفترة اللي فاتت بكميات كبيرة، وناس طلبت مني في التعليقات اللي انا اتكلم عن مشروع تصنيع اللوليتا. مشروع تصنيع اللوليتا يا جماعة في منه طريقتين، في طريقة يدوية وفي طريقة نصف اوتوماتيك. هنتكلم النهاردة عن الطريقتين ان شاء الله. اول حاجة نتكلم عن الادوات اللي انت هتحتاجها عشان تبدأ تشتغل في المشروع ان شاء الله. اول حاجة لازم يبقى عندك خلفية بالمشروع، اللي هو طريقة تصنيع اللوليتا نفسها، اللوليتا المحلول نفسه اللي انت هتبدأ تعمل له تعبئة. لازم يبقى عندك خلفية ازاي هتبدأ تصنعه، وهنتكلم عن المواد الخام هتجيبها منين، وايه هي المواد الخام المطلوبة. اول حاجة الماكينة اللي احنا هنتكلم عليها، نتكلم الاول على الماكينة اليدوي. والماكينة اليدوي دي بيبقى سعرها 6000 جنيه. بتجيب الماكينة وبتحطها في اي غرفة في المنزل. المشروع تقدر تفتحه في المنزل بكل سهولة، والماكينة بتشتغل على كهربة المنزل العادية. يبقى الماكينة الاولانية ماكينة يدوية وبتشتغل على كهربة المنزل العادية، ويبقى سعرها 6000 جنيه. بتجيب الماكينة، والماكينة بيبقى معاها تانك استلس عشان تحط فيه المادة الخام اللي هو المحلول اللي انت هتبدأ تعبيه ان شاء الله. والماكينة شغلها سهل جدا، كل اللي عليك اللي انت بتوصل خرطوم في التانك اللي انت هتبدأ تحط فيه المحلول. الماكينة بتبدأ تسحب من التانك وبعد كده تعبي لك الاكياس، وحضرتك بتلحم الاكياس يدوي. الفرق بينها وبين النصف اوتوماتيك ان حضرتك بتلحم الاكياس في الماكينة اللي هي اليدوية، بتلحمها يدوي. طيب الماكينة اليدوية دي بيبقى فيها 6 صمامات. الصمام اللي هو النوزل اللي هو اللي بيعبي الكيس، الفتحة اللي بتعبي الكيس اسمها نوزل او اسمها صمام. الماكينة اليدوية دي بيبقى فيها 6 صمامات. في عندك الماكينة اللي هي النصف اوتوماتيك، والماكينة النصف اوتوماتيك بيبقى سعرها عالي، بيبقى سعرها يعني لحضرتك هتشتري ماكينة نصف اوتوماتيك اللي هي 8 صمامات، هيبقى سعرها بيبدأ من 35000 جنيه. لو هتشتري الماكينة اللي هي 12 صمام هيبقى سعرها 45000 جنيه. طب نصيحة مني ايه؟ نصيحة مني اللي انت تبدأ بالماكينة الصغيرة، لقيت نفسك هتعرف تشتغل في المشروع، ربنا كرمك وهتعرف تشتغل وهتعرف تسوق وهتعرف تبيع، خلاص بتجيب الماكينة الكبيرة وبتبدأ تعمل ترخيص اللي هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية. تمام. الفرق بين الماكينة اليدوي والماكينة النصف اوتوماتيك ان الماكينة النصف اوتوماتيك بتلحم لحام، بتلحم لحام اوتوماتيك، يعني كل اللي عليك اللي انت بتحط الكيس، الماكينة بتبدأ تعبي الكيس وتلحمه لك وتنزله لك جاهز زي ما انتم شايفين في الفيديو بكل سهولة كده. يبقى الفرق بين الماكينة اليدوي والماكينة النصف اوتوماتيك ان الماكينة اليدوي حضرتك اللي بتلحم لحام يدوي، بتشد انت حضرتك زي الدراع كده، بيبقى فيه مكوى، الدراع ده بيلحم الاكياس. اما الماكينة النصف اوتوماتيك حضرتك كل اللي عليك اللي انت بتحط الكيس، الماكينة بتبدأ تعبي وتلحم وتنزل لك الكيس جاهز على التعبئة على طول. نيجي بقى على اللي هو التجهيزات. زي ما احنا قلنا الكهرباء اللي احنا عايزينها، سواء هتشتغل يدوي او هتشتغل نصف اوتوماتيك، الكهرباء اللي احنا عايزينها 220 فولت. بعد كده اللي هي الاكياس اللي انت هتعبي فيها، والاكياس اللي حضرتك هتعبي فيها ديت بيبقى الالف كيس منه بيبقى 100 جنيه. في كيس بيبقى اكبر بيبقى الالف 160 حسب الحجم اللي انت عايزه، يعني الحجم الصغير، الحجم الصغير الالف كيس منه ب100 جنيه، الحجم الكبير الالف كيس ب160 جنيه. طبعا هسيب لك اماكن البيع الماكينات واماكن بيع المادة الخام
كلها ان شاء الله في المدونة اسفل الفيديو، جميع المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو وجميع اماكن بيع المادة الخام. بعد كده هتحتاج مادة خام ايه اللي هو المحلول اللي انت هتبدأ تصنعه عشان تبدأ تعمل له تعبئة ان شاء الله. والمحلول ده اول حاجة فيه اللي هو البودرة نفسها اللي انت هتعملها عصير، والبودرة ديت اللي هي بودرة تانك، وبودرة التانك ديت بتتباع، عارف حضرتك الكيس اللي هو كيس التانك ابو نص جنيه ده، البودرة ديت بتتباع بالكيلو وبتتباع بالشكارة. طبعا العنوان برضو هتلاقيه في المدونة اسفل الفيديو، بتروح للمكان اللي مكتوب فيه المدونة وبتشتري البودرة ديت بالكميات، وحضرتك بتشتري كميات من السكر وكميات من، وبيبقى عندك المية اللي انت هتبدأ تعمل بيها ان شاء الله تكون مية نظيفة، يفضل تكون مية معقمة بدرجة كبيرة. بعد كده بتبدأ تصنع وبتبدأ تعمل تعبئة، وطبعا التعبئة بتبقى في اكياس وبتعبي في كراتين، سعر الكرتونة بيبقى 3 جنيه، بتعبي في كراتين، في كل كرتونة 50 قطعة من العصير ده او اللوليتا. تمام، الكرتونة بتتباع ب37 جنيه، حضرتك بتبيع الكرتونة جملة ب37 جنيه. ما شاء الله المشروع مكسبه 100% و200%، مشروع جميل جدا، واي حد اي شاب اي فتاة يقدر يشتغل في المشروع ده. وزي ما انتم عارفين ان المنتج ده ما شاء الله منتشر بكميات كبيرة جدا في مصر، خصوصا في مصر يعني بكميات كبيرة جدا الناس بتسحبه. بعد كده الكراتين اللي انت هتبدأ تعبي فيها، نقولنا سعر الكرتونة 3 جنيه، حضرتك بتعبي الكرتونة بيبقى فيها 50 قطعة، بتبيع الكرتونة ب37 جنيه، وبتبدأ توزع الكرتونة. ببدأ اوزع الكرتونة فين؟ بتوزعها على محلات البقالة، بتوزعها على محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة ومحلات السوبر ماركت الكبيرة. والاهم من ده كله ان حضرتك بتوزع الكراتين اللي انت عبيتها ديت، بتوزعها على تجار الجملة، بتاخد حضرتك عينة من المنتج بتاعك وبتروح لتجار الجملة وبتشوف السعر اللي هم بياخدوا بيه، وحضرتك بتنزل اقل من السعر اللي بياخدوا بيه عشان تبقى السعر بتاعك منافس للسوق. طب واحد يقول لي العمالة المطلوبة، هو عامل واحد، لو حضرتك الشغل زاد عليك ان شاء الله ممكن تجيب عاملين، واحد يبدأ يعبي من الماكينة والتاني يعبي في الكراتين، وتبدأ تشتغل وتتوكل على الله ان شاء الله. حتة التراخيص زي ما انا قلت لك ان التراخيص مش مهمة في بداية المشروع، لو حضرتك هتشتغل بالماكينة الصغيرة، حضرتك كل اللي عليك بتعمل ايه، اللي انت بتجيب الماكينة اللي سعرها 6000 جنيه، وبتبدأ تعمل كنظام تجربة في المشروع، تبدأ تشتغل، تبدأ تصنع وتوزع، لقيت المشروع مش معاك والعملية مشيت معاك، خلاص بتجيب الماكينة اللي هي سعرها 45 او الماكينة اللي سعرها 35000 جنيه، وتبدأ تكبر المشروع وتكبر عملية التوزيع، ويبقى عندك عربيات بتوزع المنتج ده. انما في البداية حضرتك انت اللي بتوزع، وانت اللي بتنزل توزع على المحلات وعلى السوبر ماركت وعلى تجار الجملة. ما شاء الله ناس كتير بتاخد من المنتج ده كميات كبيرة، وكمان ربحه عالي جدا ما شاء الله. يعني انا لو قلت لك تكلفة الكرتونة عليك حوالي 20 جنيه او 22 جنيه، وحضرتك بتبيعها ب37 جنيه، ما شاء الله مشروع جميل جدا وسهل جدا، اي حد حرفيا يقدر يشتغل في المشروع ده. النصيحة اللي بقولها في كل فيديو، اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل الناس، اسأل التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب، اتأكد من الكلام اللي انا بقوله، لقيت حضرتك هتعرف تشتغل في المشروع وهتعرف تصنع وتسوق، ابدأ واشتغل وتوكل على الله. ده كان فيديو النهاردة ومشروع النهاردة على قناة رضا حاتم، اشوفكم فيديو جديد ومشروع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.